أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيف أمور زهرة؟ بس ما يكون أول يوم صعب عليها. طبيعي يكون صعب عليها، بس أنا رح أكون عم أدعمها، رح ساوي كل شيء ضروري لتقدر تتأقلم. بيلين رح تساعدها كمان. مستحيل، بس لو شفتي كيف عم تطلع فيها ما حبتها لزهرة بنوب. بتوقع هاد الشي طبيعي، جيد زهرة كانت صدمة كبيرة لأولادنا وخاصة لبيلين، هي بسن المراهقة ما بدها حدا يشاركها بأبوها عم تغار. البنتين تقريبا بنفس العمر، بس كل واحدة منهم مختلفة عن التانية. بصراحة بيلين حساسة أكثر من غير بنات، ولهيك ما تعودت على هالوضع الجديد. الأفضل تطلع من التوتر اللي بالبيت. يمكن إذا راحت على حفلة عيد ميلاد رفيقتها ممكن هالشي يفيدها كتير. بهار، بيلين ارتكبت غلط، ضروري تتعاقب على هذا الشي لهالسبب. لازم تقعد وتفكر بغلطة، تمام؟ لا بعد حاكيني بهذا الموضوع. But they didn't find them. People in the town were very sad. تمام، رجعي لمقعدك. دور مين؟ رفيقتنا زهرة لسه ما قرت. ايه زهرة، بتحبي تقرأي آخر صفحة؟ هي بدها، بس خجلانة كتير. ايه يلا زهرة تعالي لنشوف. Possible to to play outdoor basketball. بكفي حاجة تضحكوا. تمام، مع الوقت بتتحسني، لا تشغلي بالك. أنا بيلين، أنا عن جد كتير بعتذر يا أنسي، بس صدقيني ما كان بدي أقرأ من البداية. بيلين، تعتذري فوراً من رفيقتك لأنك عرضتيها لهالموقف. بس يا أنسي، يلي ساويتي ما بيضحك أبداً، لازم تعتذري من رفيقتك فوراً. أنا آسفة. خلص تمام، رجعي على مقعدك لشوف. لك شو عملتي؟ كيف بتمسح الخزر بمسحة الأرض؟ عفواً، ما كنت بعرف. المفروض تتعلمي، عندك بهالدرج المماسح تبع الخزن، مسحيهن مرة تانية، عصريها منيح من المي بلا ما تعجق الدنيا. يلا خفي ايدك واستعجلي شوي، وزهرة كمان كانت مثلك بطيئة وما بتعرف تشتغل شي، بتفوت الصبح على الغرفة وما بتطلع منها للمساء. يلا شدي ايدك لشوف، لسه في الصالون. تمام. هيك اتفقنا؟ لك انا تبهدلت بسببك، لك شو انت مصيبة بحياتي؟ بيلين شو عم تساوي هني؟ انت منيحة؟ منيحة، ما فيني شي. لتكون هالبنت قالت لك شي زعجك، من لما اجته هي عم تطلع عليكي، رح ورجيها قيمتها. لا وقفي، انا بدي اقول لك شيء بس ما تحكي لحد، اتفقنا؟ ابدا، انا صديقتك بيلين. هالبنت اختي من ابي. شو عم تقولي؟ ايه هي الحقيقه، هي اجت من الضيعه، من زوجته الاولانيه، بس رح تروح، امي قالت رح نمشيها عن قريب. شكلها البنت غريبه. بتعرفي شو؟ كمان عندها بيبي، متزوجة. لا مستحيل، لا تخبصي. صدقيني، بس هو بالضيعة، إما عم بتربي البيبي. هات هات،
يا أغا، أنا جبت لك كاسة شاي. يا أغا، جبت لك شاي، ما بدك؟ لا أنا طالع. شوكات تعال معي. اجي كمان؟ لا، رح نفتل على الورشات، خليكي هون. بهي خانم، شو يلي عم تساوي؟ لسه هلأ نظفتهم لهدول. بالله جاي بس وسخين ولسه بدهم تنظيف، وبعدين نشريهم تحت الشمس، إذا ما عجبوني رح ترجع يتنظفيهم. خلي أبوكي يوصلك بكير على بيتي، كوافيرة ماما بتجي بتساوي لنا شعرنا. ما بعرف، بسأله. صاحبة عيد الميلاد، إلك عندي مفاجأة حلوة. بفضلي حفلتك ما رح تنتسى. شو هي المفاجأة؟ لا ما رح أقول. أوف، لا تساوي هيك، يلا قولوا خلصنا. شو هاد؟ ليكون مخدرات؟ ايه مزبوط، شايفتيني غبي؟ استغفر الله. هذا دواء، دواء بخليك تنبسطي كتير، بعدين مين رح يتأذى من هيك حبة صغيرة؟ بس ما بتقولوا لحدا ماشي؟ اتفقنا؟ ماشي. شو رح تعملوا هلا؟ فاطمة بحياتها ما عملت هيك، ما بتساوي شيء وما بتطلع من القصر بدون ما تخبرني، حتى لو بدي أجيب غرض من السوق. نتصل فيها؟ بس تسمعي صوتها بيطمن بالك. ألو فاطمة، ما في بالعادة تطلع من دون ما تخبريني. هو بالحقيقة يا أمي نوجين، شازيماند اترجتني لأجي لعندها، ما قدرت إلا لا. إيه ماشي، خبريني وبعدين روحي. في شي مرة منعتك يا فاطمة؟ رقت عليكي. مزبوط، معك حق أمي نوجين، بس أنا طلعت الصبح بكير وما حبيت إني إزعجكم بالمرة. لكن سلميلي على شازيمانت. ماشي بيوصل، الله يعطيك الصحة. كيف بدي أقول الحقيقة للأم نوجين؟ كيف رح تقدر تتحمل هيك خبر؟ بنتي ليش تأخرتي؟ لسه بدنا وقت لحتى نحضر الطبخة. ورجيني وين البندورة والبصل؟ انسي عمتي، شو بدك بالبندورة هلا؟ بس تشوفي أنا شو اشتريت رح تنبسطي كتير. بس انتي مشترية كتب، شو بدك تساوي بكل هالكتب؟ أنا بالحقيقة مو بس ربيت بيت يا عمتي، أنا بنفس الوقت في عندي كتير موهبة وثقافتي عالية وعندي قدرة على التواصل كمان، بس حلمي شوف إني صرت مثقفة كتير وقت رح يعشقني. يا بنتي، وهالكتب شو رح تفيدنا بالطبخة؟ ايه هاد اكتر كتاب حبيته يا عمتي، طلعي حاطين فيه شرح صفحتين بالضبط، قريتن وانا بالباص. طلعي رح اقرالي. الاحمق يركب حمارا يظنه حصانا ويضع اللفتة في الطعام يظنه سمنا، يعني الكاتب قصده يقول لما الشخص الغبي يحاول انه يطبخ شيء بيفكر اللفت سمنة وهيك الطبخة بتنتزع. ولك آخ منك يا بنتي آخ. تمام يا شباب، لما نحن بدنا نكتب شي موضوع لازم نختار كلمات تكون موضوعية وننتبه على الكلمات يلي مانا ضرورية، وبنفس الطريقة قبل ما نكتب أي موضوع لازم يكون عنا فكرة منيحة عن الشي اللي بدنا نكتبه، فهمتوا؟ أنا كتير بحبك يا جمال، لا تنساني ماشي يا روحي،
سامحني، سامحني لأني رح أتركك وروح. لا تنساني ابنه، وكمان أنت رح تجي وتزورني كل فترة، أمي رح تجيبك لتشوفني. مثلاً مثل ما بتعرفوا انكتب مئات أو آلاف المواضيع عن كتير أمور بهي الدنيا، مثل إذا حبينا نكتب موضوع عن الأم بالأول لازم نفكر بمكانة الأم. طلعي أنا رح أنتقم لك منها هلا. أستاذ شو رأيك تعطي الموضوع المتعلق بالأمومة لرفيقتنا الجديدة؟ هي رح تكتبه منيح لأنها متزوجة وعندها ولد. عن جد؟ شو؟ مستحيل. اهدوا يا شباب لا تطلعوا أصوات هيك، خلونا بدرسنا. متزوجة وعندها ولد؟ قطعوا الصوت. متزوجة وعندها ولد؟ ماني مصدق. اسكتوا لو سمحتوا خلونا نرجع للدرس. ما رح نعمل فتلة على الورشات؟ انسى، تعال. أهلين ديفران أغا، كيف بقدر ساعدك؟ بدي تياب لزوجتي. سبور ولا كلاسيكي؟ شو الموديل اللي بدك اياه؟ أعطيني من كل شيء، من كل الموديلات، أحلى شيء. حاضر فورا. شو؟ لا تكوني تعبتي. الشغل بالقصر أصعب من الشغل بالبيوت العادية، مو هيك؟ شو بدك اعملي؟ ما بتقدري تزعجيني بهي خانو. برضاك أو غصبا عنك أنت رح تنقلعي من هون يا ملك. يلا يلا كمل التنظيف لشوف، لسه المطبخ كمان. ايه شباب، في شي حدا بيناتكم لسه ما اخذ موضوع؟ اسمعوني، بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح للاملاء وانتو عم تكتبوا هالموضوع، ويلي بيكون عنده 3 اخطاء املائية بنقص له 10 علامات، فهمتوا؟ ماشي استاذ. يلا تفضلوا على الاستراحة. زهرة انت عن جد متزوجة؟ ليش قديش عمرك؟ امتى تزوجتي؟ شو بيشتغل زوجك؟ قديش عمر ابنك؟ قديش عمرك؟ وينه ابنك هلا؟ شو عم تساوي هون بعيدة عنه؟ وينه زوجك؟ ليش عم تبكي؟ مشتاقة لابنك؟ وين عايش زوجك؟ ليش اجيتي لهون؟ ليش تزوجتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. آغا أهلين فيك، بجيب لك أكل، أنت لسه ما أكلت، بتكون جعت. ناكل بالبيت، فايد غسل وشي. حذري وين كنا يا حلوة؟ حل عني شوكات يا نور عيوني، أكيد بدك تعرفي وين كنا. ما يلا سأليني وأنا رح جاوب. رحنا أنا والآغا على محل تياب واشترى كتير تياب لملك، فساتين وكنادر كمان. والله حلو كتير إنه الواحد يكون غني، ها حتى هو ما سأل قديش سعر التياب، اشترى من كل الموديلات ومن أحلى الماركات. شو بدك عدلك لحتى عدلك؟ فساتين وكنادر أشكال والوقت. عم تكذب شوكات. أبدا. بدك تخليني أعصب مو هيك؟ تأكدي إذا عجبك شي خديلك شي قطعة، ديفران ما رح ينتبه لأنه نكتار. هلأ رح تقوم القيامة.
إن شاء الله أنت ما رح تسممينا. ليلى اللي بتفهم بهالشغلات أحسن مني. تعالوا اسمعوا هالحكي، كمان طولان لسانك كتير. أنت ما رح تعقلي بحياتك أبداً، وقحة كتير ومغرورة وما عندك كرامة. ما فهمتي إنه ما حدا بهالبيت بده ياكي؟ اسمعي بهي خانو، لا أنت ولا ليلى ولا الأم نوجين، ما حدا منكن رح يأثر علي بهالحكي الفاضي ويطفشني من هون. فيكن تحكوا يلي بدكن يا، بس الحكي رح يفوت من هالإدن ويطلع من هالإدن، فهمتي علي؟ عم تتعبوا على الفاضي، اعملوا اللي بدكن يا وقولوا يلي بدكن تقولوا، رح كمل حياتي وأنا مبسوطة بهالقصر، عم تفهمي علي؟ المبسوطة؟ كذابة. أنا مبسوطة كتير، وأنت بتعرفي شو السبب بهي خانو، لأنه زهرة عم تعيش حياتها وهي مبسوطة، وهي صارت تروح على المدرسة وعايشة مع أبوها باسطنبول. بنتي خلصت من الجحيم يلي هون، وما في سعادة أكبر من هي بالنسبة إلي، فهمتي؟ الله يلعنك وينتقم منك يا ملك، الله يريحني منك يا حي. أنا ما رح أخلص منك. باي يا بنات، يلا بشوفكم. طلعي اصحك تقولي لبابا على اللي صار اليوم، مفهوم كلامي وإلا ما بتعرفي شو بيصير لك. ما بتفتحي تمك بولا حرف. بنوتاتي الحلوين، كيف كانت الدروس اليوم؟ انتو مناح؟ ايه مناح مثل العادة. حبيبتي زهرة، انتي منيحة؟ مبين كأنك مزعوجة. منيحة، كان يوم حلو، بس انا اشتقت كتير لأمي ولجمع. كل شي رح يمضى ورح تتعودي يا بنتي، أيامك رح تكون حلوة. يلا امشوا. ألو. ألو أمي، كيفك؟ أنتي منيحة؟ جمال كيفه؟ هو منيح؟ ايه حبيبتي نحنا كتير مناح. انا مبسوطة كتير، لا تشغلي بالك علي، طول اليوم عم اتسلى انا وجمال وقريت له قصص. كل يلي هون عم يعاملوني منيح، اساسا ديفران عم يهتم فيني وما عم يزعلني ابدا. انتي تعودتي على جو المدرسة بنتي؟ ايه امي تعودت كتير، وحتى بتعرفي صار عندي كتير رفقات من أول يوم، وبيلين كتير عم تساعدني. أنا كتير بحبك يا أمي، كتير اشتقت إلك ولجمال، بس لا تشغلي بالك علي، أنا هون مبسوطة عند بابا، مبسوطة. زهرة حبيبتي، انت ليش ما عم تاكلي؟
ما عجبك الأكل؟ إذا بدك من خليهم يحضروا لك شي تاني. ليش هون مطعم يا ميرزا؟ عن جد مو معقول. لا مو هيك. الله يسلم إيديكم، مبين الأكل كتير طيب، بس ما ألي نفس آكل. زهرة قولي بصراحة، ليكون صار شي بالمدرسة زعجك؟ لا، بكرة عنا تسميع بمادة العلوم. زهرة الآن ومشغول بالها. يعني عندكن مذاكرة شفهية؟ معناتها بعد ما تخلصوا الأكل بتقعدوا بتدرسوا، بيلين بتساعدك، مو هيك يا بنتي؟ بابا بترجاك خليني روح على حفلة عيد ميلاد سيفجي، كل رفقاتي بالصف رح يكونوا هونيك. الله يخليك. بيلين، أنا وأنت حكينا بهذا الموضوع، ما في تروحي على الحفلة، لسه ما خلصت عقوبتك، كملي أكلك. أوه أهلين وسهلين يا ابني، تعالي كنت الحلوة. أهلين حبيبتي ليلى. كيفك أمي؟ منيحة، صحيح إنه تغير الجو بالبيت شوي بس ماشي الحال. أوه والله جاي ريحة حلوة من المطبخ، مبين إنه طبخة طيبة قبل ما أدوقة. شكرا ملاك. ليلى قومي ساعديها. ابني ليلى طول اليوم بالشغل بتكون تعبانة، ملك بتشتغل. ملك ما أنا خدامة بهالبيت. يلا ليلى. دفران أنا كتير قلقانة على فاطمة يا أبي، ما عجبني صوتها أبدا. ليش شوفي؟ هي مريضة؟ ما منعرف، لازم نروح لعندها دفران. يا لطيف أنتو شو بتحبوا تبالغوا؟ شازيمانت المريضة مو فاطمة، فاطمة عم تهتم فيها بس، بكرة أو اللي بعده بتجي. دافران هو اللي قتل آزاد، وفي بين إيديه صور، لأنه كاظم ما كان رح يسكت وكان رح يشتكي على دافران، وأنا قتلت كاظم لأحمي دافران، فهمتي؟ وهلأ إذا أنت حكيتي أنا رح دمر دافران وأحرقه، ورح ورجي كل الصور اللي معي للشرطة. وهلأ روحي قولي لمين ما بدك، نلعي. ليش ما رديتي يا عمتي؟ ما يا عمتي؟ مين عم يتصل؟ مانو مهم أبدا، برجع بتصل فيهم بعد الأكل. إيه الدب الجوعان ما بيرقص. أكيد أنت ما بتقصدي بكلامك إنه عمتك فاطمة هي الدب الجوعان يا زوجتي. لا معقولة حلمي؟ أنت ليش هيك عم تقول؟ الدب الجوعان ما بيرقص، يعني مثل الإنسان إذا جاع ما بيقدر يساوي شيء أبدا. وعمتي جوعانة لهيك ما بتقدر تساوي أي شي هلأ، ولهالسبب ما ردت على التليفون وقالت إنها بتتصل بعدين. دخيلك يا ربي خلصتي من هالمصيبة، يلا صحتين وهنا. كلو. غريبة، اتصلت كتير بس ما عم بترد. لا لا قلبي مو مطمن، هاي المرة صاير مع شي، ضروري نروح بكرة ونشوف شو القصة. ايه منروح بكرة ومنشوف شو بها لحتى نطمن. ماشي يا أمي منروح، لا تقلقي. عجبتك الريحة؟ لنشوف إذا رح تعجبك الطعمة.
يلا بعدي من فوق راسي، ما فيني ادرس وانت هيك. بيلين، بس انا لسه ما جبت كتبي، كيف بدرس مشان تسميع العلوم؟ ممكن ندرس سوا؟ لا مو ممكن، انا هلا بدرس وانت بعدين بتدرسي. شكرا. صحتين وهنا. شو هاد مثل السم؟ معقولة حاطة كل الملح بالطبخة؟ ملك ما في عند عيار لا لإيدا ولا لتمة ولا للسانة. مو مشكلة، بجوز تكون نسيانة وحطت الملح مرتين، لا تضغطوا عليها، هي جديدة عم تطبخ. أنا بعرف منيح قديش حطيت ملح، بس الظاهر في حدا حط ملح بعدي. شو قصدك تقولي؟ نحن يلي حطينا ملح زيادة؟ خلص بكفي، بلا ما تاكلوا. أنا رح روح حضر لك أكلة فورا. عدي عدي هلا بحلا. ألو شوكت، خليوني بعتولنا أكل من المطعم على البيت، لحمة ورز وحلو وعصير وغيره وغيراته. يلا. تعالي ملاك، نطلع ناكل برا. لا ما في داعي. يلا ملاك. اشتريتهم مشانك. أنا عن جد بتشكرك كتير، هذا من ذوقك، بس هالتياب ما بيلزموني، خلينا نرجعهم. ملاك طلعي، أنا ساويت كل شي بتقولي عليه، لا تخجليني هالمرة. يلا البسي شي منهم، خلينا نطلع نتعشى برا. بيلين، خلصتي من الكتاب شي؟ فيني أخده لأدرس؟ لا، عم بدرس فيه وبدي كتير لخلص دراسة. تفضل ميرزا. شكرا لك. انت شو عم بتشوف؟ شو رح يكون؟ قضية المخدرات ما غيرها. بس مو هاي القضية تسكرت؟ انت ليش لساتك عم تشوفها؟ بهار، هالقضية ما تسكرت ابدا، ومشانها بعدوني عن الشغل. رح ضل عم لاحق اللي ساوى فيني هذا الشيء ورح امسكه. كل المعلومات كانت موجودة بهذا الملف، ورح يجي اليوم اللي لاقي فيه اللي سرق المعلومات، وهذاك المجرم اللي هو شريك أبوكي رح يفوت على الحبس، وبكرة بتشوفي. ها شكرا شوكات، خذ الأكل وحطه جوا. ماشي يا أخ. طالعة كتير حلوة يا ملاك.
شايفة قديش لابقين لبعض؟ أخيرا إجا الشاي، ألف الحمد لله، اليوم أكلنا وشبعنا لبكرة الله كريم. تفضل الشاي يا آغا. الروح بتعيش بالأكل، لا من الحزن ولا من الهم. في واحد بياكل والتاني بينام جوعان، ولهذا السبب بتصير المشاكل. اشتغل وقت الشغل وكل وقت الأكل، وهرب وقت الضرب، ويلي بياكل كتير رح يقضي حياته بالتواليت. شو هالحكي الفاضي اللي عم بتقولي؟ أنا ما عم بفهم بنوب، شو أكل وتواليت؟ يا عيب الشوم عليك، ما حبيتها منك أبداً. معقولة حدا بيقول عن هاي الأقوال المأسورة وهي الأمثال الرائعة حكي فاضي؟ أنت مانك مثقف، هالشي اسمه ثقافة ومعلومات عامة. ثقافة ومعلومات عامة. تفضل يا آغا، خد لك قطعة بسكوت. صحتين عمتي. شو بكي ملاك؟ مو أنا وإنتي قاعدين عم نتعشى هون لحالنا؟ أنا كتير مبسوط. رح أصبر يا ملاك، رح أستنى هداك اليوم يلي تحبيني فيه. بكفي إنه أنتي معي، لا تتركيني أبدا. قلت لك أنا رح أبقى وما رح روح. شكرا. تاكلي سلطة؟ شوفي ليلى، ليش اجيتي؟ جيتي لتشوفي زوجك العاشق كيف عم يركض ورا هي المرأة. ليلى لا تساوي هيك يا نور عيوني، قلتلك ما بيحبك. ما بيستاهلك، هاد الرجال ما بيستاهلك. بابا بترجاك، انت رح تسمح لي روح على عيد ميلاد سيفجي مو هيك؟ بوعدك ما رح اتأخر ورح ارجع فورا مشان الله. بابا بلين بكفي بقى، بس كم مرة بدي قلك لا؟ ميرزا اما لسيفجي اتصلت فيني خصوصي اليوم ومصرة انه بلين تروح وطلبت الاذن منها. برافو عليكي بهار، عن جد برافو.
أنا شو عم أقول وأنت شو عم تساوي؟ بيلين، أنت ما رح تروحي على الحفلة وهذا الموضوع تسكر. يلا امشوا بلا ما نتأخر. حبيبي اطلع بعتولنا صورة جديدة لأمك. طالعة كتير حلوة مو هيك يا روحي؟ حلوة يا نور عيوني يا قلبي. يلا قومي بقى، في عندك كتير شغل اليوم. كله بسببك انت، هي اجت لهون لانه انت هون. بس ستك ملك ما عاد تهتم فيك، انا رح اتخلص منها. وهالشي اليوم رح موتها.